اول شيء مبارك للاتحاد وهارد لك الخليج. المباريات اللي زي كذا تحتاج يعني خليني اقول لك، اول شيء انت تلعب ضد خصم عناصره افضل منك، ولكن هناك تفوق كان رائع جدا للخليج في الشوط الاول. لو كان الخليج يملك الجوده على مستوى المهاجمين او في انهاء الهجمات لكان اكتشف او انكشفت الاخطاء اللي عانى منها دفاع الاتحاد الشوط الاول، ولكن ما في جوده في عمليه التسجيل. في المقابل بدا هذه المباراه نونو سان اسلوب مختلف لانه لعب براسين حربه. راسين الحربه غيرت مجرى المباراه لكورنادو ورومارينهو في الادوار وابعادهم عن الاطراف وعن منطقه المناوره في المساحات عمق الملعب، وهي اللي صارت نقطه التحول. انت دائما احنا يعني نحترم المدرب اللي يحاول يدخل بعنصر المفاجاه بحكم ان الخليج اقل، فتقبل منه هذه الفكره ولكن لا تقبل ان يستمر فيها، وهذا ما سواه نونو سانتوس. الدقيقه 66 هي نقطه تحول المباراه لما نزل البيشي وسحب كمارا، رجع الى ادواره، قلل الادوار الدفاعيه لكورنادو، جابه في عمق الملعب وشفنا كيف صنع الهدف الثاني، كان عنده حرية التحرك، زادت الهجمات. وهنا الإيجابية في طريقة التعامل مع مجريات المباراة للمدرب والحالة الذهنية اللي موجودة عند اللاعبين، استمرار لاستثمار الكرات الثابتة سواء كان من الفاولات أو من ركلات الركنية. برافو عليهم، مباراة كانت جميلة، هذه لا تقلل من الجمال ما قدم الخليج، ولكن ضريبة الخليج أنك تقابل فريق بقيمة الاتحاد يملك هذه الكوكبة الرائعة من اللاعبين اللي قاعدين يقدمون نفسهم من مباراة إلى أخرى. رغم الهدف الملغي لكمارة إلا أن يستمر كمارة أنه في كل مباراة لازم يسجل، لازم يكون مؤثر. برافو، هذا التطور اللي عند هذا اللاعب، بالعكس نفرح فيه احنا انه يكون عندنا لاعب محلي ممكن يخدم المنتخب لما يوصل الى درجه هذا التطور. برافو عليهم، والقادم ان شاء الله افضل للفريقين.